مشكلة بالصمامات أو الأذين أو البطين؟ يعني عجز لأسباب. القلب هو مو مرض، هو مرض يعني هو نتيجة هو عدة نتيجة. أمراض، هو كمحصلة لعدة أمراض تصيب القلب وتؤدي إلى هذا المرض المزمن. واللي يصاب بالمرض عجز القلب ما يطيب من عنده، يبقى فبالأدوية واحد يقدر يحافظ على ما يخليه يعني يصير أسوأ. يعني الإحصائيات تقول 50% من اللي مصابين بعجز القلب يموتون خلال أول 5 سنوات. يعني 50%، يعني إذا المرض هو خوشنس. إذا واحد ما يدير باله على نفسه وما يحافظ على هذا الوظيفة الباقية من القلب، الوظيفة راح تصير أسوأ وأسوأ، وتقل الوظيفة شوية 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 ويا الوقت، على ما توصل مرحلة بعد القلب ما ضغطه تصير كل ضعيفة، بعد ما يقدر يؤدي وظيفته لتوزيع الدم على الجسم. طيب، يعني هل نعتبر الوراثة هي من الأسباب أو لها علاقة أصلاً؟ يعني إذا نرجع للعوامل أول مرة، يا عوامل اللي هي ممكن تؤدي إلى عجز القلب، الأسباب والأسباب بالضبط، نعم، شنو الأسباب ونروح اللي على هاي ممكن؟ الأسباب نشوف هاي الأسباب اللي أكو بها الوراثة التأديبية. مثلا نقول ضغط الدم. أها، ضغط الدم أحد يعني أمراض المسببات وراثية. لعجز القلب. ضغط الدم الغير معالج اللي واحد ما منتبه عليه، ما معالجه أو ما يهتم به، أها، يبقى الضغط عالي، ضغط الجسم عالي، ضغط الدم، فالقلب يعني يضخ الدم في أوعية دموية، ضغط عالي فيتعب القلب، وسنة سنتين ثلاثة ورا فترة من الزمن يبدي العضلة تضعف. فأكو مثلا الجلطات تصير بالقلب، يعني الجلطات هي نتيجة يعني تخثرات تنتج من الأوعية أوعية القلب اللي الشرايين التاجية اللي تغذي عضلة القلب. من يصير بها تضيق ومن يصير بها جلطة بهاي الشرايين، فجزء من العضلة تموت، فمن يموت جزء من العضلة راح تضعف العضلة، فتؤدي بالنتيجة إلى ضعف القلب. وإذا عندنا أمراض الصمامات هم تؤدي إلى عجز القلب. هل